القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذا الدرس ويس 409 من دروس التفسير، مازال أكذ سورة الروم الساقي مير ضربة نفسر سلايا 41 ألمث اللايا 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا كان لا يغيث مثلا في مسلايد فينك الزين ذي الدنيث أينك إخرفن ثوذرث بمذان قمذان أين إخرفن الحضارات دمار الحضارات. التاريخ أنبأنا بحضارات كبيرة قائمة، حضارة الرومان، حضارة الرومانية، حضارة الفينيقيين، حضارة الفينيقية، حضارة المصرية القديمة الفرعونية، حضارة اليونانية الإغريقية، حضارة البابلية، حضارة الأكادية، حضارة الأشورية، الحضارة الأمازيغية، الحضارة الإسلامية، الحضارات كثيرة. والحضارة المهيمنة اليوم هي الحضارة الغربية بلا منازع. أين كنت سواليد قمزرو في التاريخ؟ أنا في لي سيفيليزاسيون قفدزن في الدونيس جانت ديني الهانم بلا شك، ولكن كثرة ديك السن روحت يقيم كان الآثر. ذا شو السبة؟ لن السبات، هناك أسباب لقيام الحضارات وهناك عوامل لدمار الحضارات. يذفدر يثغلي. من أسباب قيام الحضارات العلم، ثموسني ثوسنا هذا اللي ما غادي قرب يقرأ الغراية غر القراية في كل شيء، كلمة اقرأ وصلوها لغريم بحريش غر، وكل ميسر لما خلق له. ونيفان لا جيولوجيا تاعنا ربي، ونيفان الانفورماتيك تاعنا ربي، ونيفان الاسترونومي علم الفلك تاعنا ربي، ونيفان لا جغرافيا الشريعه غر، المهم غر. وجميع العلوم تتكامل ولا تتفاضل، ولكن في النهايه العلوم كي لقد سوضن تمذان ذي سين ربي، خاطر ما يغرى يولي ولتي سين ربي من بعد. يلا هم بعد عيش 100 سنة يسين كل العلوم، تموت تلقى ربي وكيفه. لذلك ربي في سورة فصلت الآية 53 قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. باش نسين ربي، من سن ربي؟ لو كان عرفوا ربي كين بلي والحضارة ما ندمروش. قضية بسيطة، العلم عمار أو دمار. في تاريخ الحضارات نت العلم من الأسباب، العمل من الأسباب، الاجتهاد من الأسباب، استثمار الثروات، ربي في كد ثروات، أما ذي البحر، أما ذي البر، البترول، الذهب، الفضة إلى آخره، إذا ربي تدي في كان ضربي، إنما في ندم يفتش يوفى قارن استقبالي وين ينوذان يوفى البترول إلا
نذيف لا ستفض أتسخدمض أمان اللان غيز الفيرد فنوامان معنى لازم العمل وربين دبع الوقت اللي يعملوا خدمت سورة التوبة الآية 105 وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولكن من بعد لنت أسباب الدمار الباطل أسباب الدمار الفساد الفساد أخا ما خمسة وشولت ما يقوى ذيكس الفساد أخا ما يروح أثي بيوسيف أسرع ثم شطوحة ذيك سبعان أو ثمانية يعني عقالا ما لا سفساد ما لا يون كان يتهدو يسفساد ذي ركوك توشوت متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه لذلك أم توشول تم سمتي مجتمع أم مذروم مثل الدارث أم العرش أم من الأمة أم البشرية صافي ميل الفساد ذا خسر لذلك الآية بوسعة مثلا تغفر الفساد ربما ديقار ظهر الفساد سنعود إلى الآيات الحضارة المهيمنة ثورة ثورة الحضارة إتقوان الحضارة الغربية أنا استعرفك الحضارة الغربية قوية جدا في المجال في علم الفلك في علم البحار في الانترنت في العلوم الإعلام الآلي والاتصال كل شيء كاين في المجال العسكري لذلك الآن ولاد الكيرة ثنتورة سبوطون تطف تبوطون تسفر في لافيون بلا شوفور أتخدم العجف ودوغال إلى آخره السؤال يعني زعما لو كان ترى نعيشوا في الدنيا هذه 20 قرن يا الله ميم سعيان الغاشة تخدم الكيرة هذا مسكفون شويط ديجا كثيرة كورونا شو تجدينا الهلاكات الأكسيدات إلى آخره الحضارة الغربية إلى وين تنفع والنكرارة في المجال الطبي ميدسين في المجال الفلكي في المجال الإعلام في مجالات كثيرة مجال تكنولوجي قربت المسافات خففت مصانع منجزات هذا هو الوجه المادي للحضارة يتمثل في هذه المنجزات المادية الحضارية في جميع المجالات في الاقتصاد في كل مجال ولكن سيثم النظام إلى الفساد عقلاء الغرب وقال سعنا اللغة مش البتورة شحال هي اش قرن لا سيفيليزاسيون نا تواغيث اي غير تواغيث شي قرص سيمغور ذي الماديات الماتيريال ذي كلش ولكن الكوتي يعني سبيريتويال الكوتي المورال الجانب الروحي ولاش ما يهموش الانسان الدمار حضارة في النهاية زرعت الخوف تزرع الخوف حضارة زرعت الحرب أزهقت الأرواح أسالت الدماء وما زال والبشرية في خطر يكثر خلقه أندونجي في خطر ورب غادي قار في صورة الحجرات وين غادي خلقنا الآية 13 فيرسي 13 إذ وجعلناكم شعوبا وقبائل أي غر لتعارفوا ماشي القرة ثواغي في العدوان لا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ظهر الفساد في البر والبحر أما ذي الفر ما ذي البحر ما ذي الجنوان ما والفساد جاي مثلا بعد شو دين ربي بما كسبت أيدي الناس يعني أين الزرع ما تغلثم أين الزرع ما تغلثم هناك دمار في الأخلاق هناك دمار في العقول دمار في الأداب أتخلصم أقل غنتخلص بعد ربي شو دينا ليذيقهم بعض الذي عملوا شو كان مش أطاس بعض الذي عملوا أطاس الآية ربنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى آخره ليذيقهم أنا عرض يثواغي ثلمو ثذم امطوى نهثى ثقاذك يوكوك الدوض إلى آخره بعض الذي عملوا زر ما يغار أما كنا ذي قربي ثلاث توبة الفردية ثلاث توبة الجماعية توبة الفردية تفضيون يعصى ربي ثورة قريب في رمضان هذه الظل هذه الظلم سيعفو ربي لا ينتفرها يعني ربي صريث وقسم التوبة الفردية
فلا التوبة نظر اسم التوبة الجماعية معنى الأمة نظر خلقي ثموث ثفارات خلص ديجا أين خلص ذي الوباء الكورونا ونظرر المهم لا نعاشيث وقاذي موثن ثنى رحمة ربي وقاذي لكن نشفو ربي ثدوض المهم نعاشيث ومازال نسأل الله أن يرفض عاجلا لا أجلا عن البشرية قاطبة ولكن باش كديني حاجة أنه حواج البشرية تثوف ربي ناد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني أتخذ من شويط أتخلصني ياكو ثلاثة جي أتخذ من شويط أتخلصني ياكو ذيني مغدق ربي لقد توفام غيولف واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مشابك القرآن هذا رغز يزاو ذو قرآن غادي الدوز يزاو ذو قرآن ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون يعني ونفغانا ذي ثوف باب التوبة ثلا أسان أزكان لما يبضى الغرغرة وأحيانا المصائب منبهات يعني تفضيل مصدر المصيبة ذي نريثو بس يستغفر الله الحمد لله مفكي دربي شانس باش أذكمنا ذي الحياتي الثوفة أدو الله أستبري ذربي وأتصيق التوان والحمد لله قل سيروا في الأرض بعد رب دي قريال هواليث أغرص التاريخ ولكن قبل ذلك ما إلا نهضر في الفساد لو كنا نقول الآيات تدي هضر في الفساد أتصيق لنا منها في سورة البقرة الآية 60 ربي ناد ولا تعثوا في الأرض مفسدين فسد في سورة الأعراف الآية 74 دي سورة الشعراء الآية 183 ربي دي قر حذرث ثموث حذرث القاعقي في 29 حذرثت ولا تعثوا في الأرض مفسدين أم بعد شدين ربي سورة البقرة الآية 205 والله لا يحب الفساد ربنا يحمل رس فسد ذم كل شيء الفساد أمثل الأفكار خطر زمريون يسفسد الأفكار الغش ويضخدم الشبهات أتشمض الانترنت الإسلام أكو كثير ذولا شاب إخين يولو إهويون كان ما كان ولو لا القرآن يجي صحة لا الصحابة يجي قرزم لا عذاب القبر يلا ولا شيء قيح ولا شيء لاخر ولا شيء ولو 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 الغطر ذي ملكين يواقي لا زيغة وكثر رحمة كل قسم دياكو يقارن كيش مطر ومينوت دي اليوتيوب بيغد فيز ورغرار ذي نعثاف يعني 184 سيكوند يعني يسهل الفساد يسهل مليح ولكن مديني الفساد الذي تعرف ما تفيد الاستغراق والشمول كل شيء أما في مجال العقائد في مجال الأفكار في مجال القيم لفالور والأخلاق في المجال الاقتصادي للذمسة في المجال السياسي للسرثيث في المجال الاجتماعي في المجال الأسري في المجال العسكري في المجال الأمني في جميع المجالات رب دي قار والله لا يحب الفساد سورة البقرة 205 إن دغي سورة المائدة الآية 64 ويسعون في الأرض فسادا وقال فسادا للدنيا ثقي من بعد ربي ندوى الله لا يحب المفسدين ربي ما يحب الفساد ما يحب المفسدين ياك يحبنا لو قد يستفساد في سورة الأعراف الآية 56 تكررت الآية في سورة الأعراف الآية 85 ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسد بالأرض في الأرض بعد إصلاحها سورة القصص الآية 77 وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ربي دي قرأت مثل ما تظلمك والله خرف وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك بعدين البداية تختم ربي سبحانه يناد ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين آيات مختارات عن أمر الفساد قل سيروا في الأرض فانظروا ولث الأرض التي أمرنا بإصلاحها انظروا ماذا فعل فيها الإنسان قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ولث ثجران غثم ديث بجاد يسخسر نسفسدان كان أكثرهم مشركين الشرك بالله فساد إن الشرك الظلم العظيم
فأقم وجهك للدين القيم. هذا كيف العقل غس ولا نفسات ولا، والخطاب موجه للجميع لجميع من آمن وصدق بهذا الوحي الطاهر. غس ولا نفسات قرار ذاين ماشي ذاين يونس فساد الشيني أصلح ويفنوك الشيني ويتهدوك الشيني فنو ناخنو يفنوث ويسخسار الشيني خدم الإصلاح ويفطو ذوكل ذايا. ويوم القيامة كل ينادي وحاسب وحدس. فأقم وجهك للدين للدين القيم، يقوم في المجال العقدي الإيماني، في المجال التعبدي، في المجال الأخلاقي التربوي السلوكي، في مجال المعاملات إلى آخره، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يعني يديس وسنجر ودس الآخر ثنمثياك ربين في صورة البقرة الآية 281، واتقوا يوما يوما السنجر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربنا لا مرد له من الله، قضى الله ذلك يوم القيامة إلا الآخر ثلا يقينا يقينا. أين كن زرع ذي الدنيا أثنغل ذي الآخر يومئذ يصدعون. ما معنى ذلك؟ ما يتفرقون أديبان الفريق ريكش من غل جنث وقال لك خذ من الإصلاح خذ من الخير وكذا عفظنا ربي وكذا ويلا نروح لجهنم. هلا نسين سلام الآيات الأخيرة في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بعد شدنا رب سبقول اسم دار المؤمنين الأتقياء، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فرا هذا الآية تجي كانت خلاصة إغي صراجونيك، ولكن وقاذني عصان ربي خذ من الشرك وكذا سفسدني لأخي ثروي في اللاسن أذن دمن لا في إترنال أندى الحياة الأبدية دي جهنم والعياذ بالله. ما ذوياض عتفن شفيث انتذي سوفرين ذي الدونيث، ولكن نظر ثحل ولكن غامي قيمكش من الجنث أسنين الحمد لله الذي صدقنا وعده حمدنا ربي إقوفان سلعهديس سلوعديس وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أم بعد رب يعني ليش دي لساعة لفرونتير ثم زرت بدا ثم زرت فلا لقي الدنيا أعتقي سي نورمال لقد خدم لفرونتير البرناج الظرف ولكن دينا خاطية ربي زر الحملة كال هذا غسلته كي حملة كال طاس إيه نتبوأ من الجنة حيث نشاء. من بعد السقريس ديناد فنعم أجر العاملين لا ثفنوان أتغلثم وريروح راذي الفطل أين يتخذم ما تفهم أين الزورم أكون يتراجو الخير أربح. من بعد سوالظ الملائكة سواليس فرحا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، هي نهاية سورة الزمر. لقي ربي سبحانه بعد شدين من كفر فعليه كفره ونكفر يظهر كان ما ليس مش يظهر رجلة زعامة يا حسرة. وإن كان الآن الإلحاد صار موضة لا مود إلحاد إيه يقول لك يمكن ما استعرفش ولو استعرف بالعلم يا ودك يهضر ربي وكسر الله مثل الدولي الموحد غركا يلا من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا ونخدم الاصلاح ودينار ربي طبيعه الاصلاح خدم الاصلاح برك ويقدس في الدارس ظل الاصلاح ويفنو يخامن يقليلن ظل الاصلاح ويخدم ثا فلاح ظل الاصلاح المهم خدم الاصلاح دايا ودينار طبيعه العمل الصالح. وفي كل آية يذكر العمل الصالح لا تذكر طبيعته
كقوله تعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آخر آية اللي سمعناها في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن عمل صالح ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون. يعني زورنا كل خدمان سن أتينا فن سا أثن تتراجو في الآخر في الجنس إن شاء الله. آخر آية ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ربثني جزي، الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، ذاين من فضله، أي غدينا من فضله، خطر لو كان أريز ميري ولا ذيك شمل الجنة سلخو الناس ولا شا النبي عليه الصلاة والسلام ناسني الصحابة ولاقي أنا سميم شين يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله إنس حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فضل يعني نشمل الجنة الفضل الربي، ولكن ذا ربي سبحانه يفكي سزال إلى عثاف بمذان ذي الدونيث هذا من فضله إنه لا يحب الكافرين. بس نحمل الحقيقة إلا نحر صين نحمل ربث نحمل أين ونحمل ربث نتحمل جاءون ثلويث أرثم للإسلام ربي في اللون.